اهلا بيكم من تاني يا شباب. الفيديو بتاع النهاردة في ناس كتيرة بتدور عليه وكانوا عايزين حد يشرحه لهم. انا هشرحه لكم النهاردة بشكل بسيط جدا، هو ازاي تلعب كوردات اي اغنية تسمعها. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي تلعب اي سولو تسمعه او ازاي تلعب الاغنية سولو. اتكلمنا عن التكنيك واتكلمنا عن النظري، دول شيء اساسي. الناس اللي لسه اول مره تتابعني او تشوف فيديو، يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. بالنسبه للناس اللي لسه ما تعرفش المصطلحات، يعني ايه تكنيك؟ تكنيك دي هي عباره عن مجموعه تمارين. التمارين دي بتكون مثلا عباره عن سلالم، بتكون عباره مثلا عن اربيجيو، بتكون عبارة ممكن تكون مقطوعات اصلا فيها تكنيك، يعني حاجات عاملة كده. مقطوعة بيكون فيها تكنيك كويس. ده بالنسبة للتكنيك. شوية تمارين ايد يمين ايد شمال، تمارين متنوعة، بيكادو، اربيجيوس، ارتام، طبعا دي تكنيك. النص التاني بقى بالنسبة للعازف، النظري، نظريات موسيقى، ازاي يعرف يقرأ نوتة، ازاي يعرف المسافات، ازاي يفهم السلالم، ابعاد السلالم، الكوردات بتتكون ازاي. الموضوع ده كله هيسهل عليه كل حاجة بعد كده. ده بالنسبة لانك ازاي تلعب سولو وانك ازاي تلعب كوردات. طب بالنسبة للكوردات بقى، تفهم الكوردات ازاي؟ الوضع سهل وبسيط. الجيتار في ميزة ان انت مثلا ده شكل كورد، لو انت عملت بار كده وعملت نفس الكورد هيبقى برضو هو كورد ماجير، بس هتلاقي الاسم بتاعه اختلف. عملت كده برضو نفس الطابع، كورد ماجير بس الاسم بتاعه اختلف. ده كده كل ده ماجير بس الاسم هو اللي اختلف. لحد كده تمام. نفس الشيء الكورد ده كورد ماينر، عملت بار كورد ومسكت نفس الشكل بالظبط، كده هتلاقي الاسم اختلف بس هو ماينر. نقلت كده ماينر بس الاسم اللي بيختلف. طيب احنا في النهارده 3 اشكال للكوردات اللي عايزك تعرفها. اولا اي، الاي هتمسكه ازاي؟ هتيجي هنا على الوتر التالت، وتر السول او وتر الجي، هتحط صبعك على الفريت الاول، وبعدين الصابع التالت هيبقى هنا على الفريت التاني على الوتر الرابع، الصابع التاني هنا، الصابع التالت وهنا الصابع التاني، يبقى الصابع الاول هنا على الفريت الاول وتر الجي، الصابع التالت على الفريت التاني وتر الدي، الصابع التاني على الفريت الخامس على الفريت التاني وتر الاي. والكورد ده بيبدأ من هنا، يعني 6 سترينجز كورد، ده بيكون الكورد ده 6 سترينجز كورد. طيب تمام. طب اعرف اسم الكورد ده منين؟ بالنسبة للوتر الاول اللي اقصد الوتر السادس اللي هو الاول من فوق. طيب اعرف اسم الكورد منين؟ الوتر الفاضي ده او المطلق ده اسمه اي، فانا كده لعبت اي كورد، هيبقى كورد ماجير. طب عملت بار كورد كده، فهنا بالتالي مسكت هنا اف، لان الترتيب ماشي اي اف، مسكت كده ومسكت نفس الشكل اللي انا كنت ماسكه هنا، فقمت ناقل كده نص تون، فهنا بقى في تحت صبع هنا الاف، فده بقى اف كورد تآلف او كورد ماجير. طيب بعد الاف اف شارب، قمت حاطط صبع هنا وبقى تحت صبع هنا الاف شارب، ومسكت نفس التلات صوابع برضو او التلات نغمات اللي هنا. طيب كده هيبقى بالتالي بقى اف شارب كورد، يعني كورد ماجير او كورد ميجور بس اسمه اف شارب. طب نقلنا نص كده بقى هنا جي، طب نقلنا نص كده بقى جي شارب، وهكذا هنا كده
بقى الجي شارب، هنا بقى ايه، هنا بقى ايه، هنا بقى ايه شارب او بي فلات، هنا بقى بي، هنا بقى سي، سي شارب، دي، دي شارب، اي. لحد كده تمام؟ تمام. طيب الماينور بتاعه، الفرق ما بين الكورد الماجور والماينور ان احنا هنشيل الصابع ده بس، كده بقى ايه ماينور. طيب حطينا صابعنا كده ومسكنا الاتنين دول كده بقى اف ماينور، كده اف شارب ماينور، كده جي ماينور، كده جي شارب ماينور، كده اي ماينور، اي شارب ماينور، بي ماينور، وهكذا. طيب ده اول شكل للكوردات. تاني شكل اللي هو الاي ماينور. الاي ماينور ده كورد 5 سترينجز كورد، يعني هيبدا من الوتر الخامس هنا. طيب يبقى احنا كده هي نفس نظريه الشكل بتاع الاي، يبقى هنا ده اسمه الاي وده اسمه الكورد، ده اسمه اي ماينور كورد. طيب يعني احنا لو جينا هنا هتبقى اي شارب او بي فلات، قمت ماسك هنا نفس الشكل ده كده بالظبط، قمت طالع منه الهاف تون او هاف ستيب، وتحت صبعي هنا الاي شارب او البي فلات، كده بقى اسمه بي فلات او اي شارب ماينور. طب طلعت كده نص او هاف ستيب او هاف تون او نص تون، هيبقى في هنا تحت صبعي نغمة بي، يبقى الكورد ده اسمه بي ماينور. طب طلعت كده، كده بقى اسمه سي ماينور، كده سي شارب ماينور، كده دي ماينور، دي شارب ماينور، اي ماينور، وهكذا. طيب الشكل المجير بتاع الماينور ده، احنا كنا كده هنخلي الثلاثه تحت بعض هنا على الثلاث اوتار اللي هو الدي جي بي، الثلاث نغمات دول تحت بعض كده اهو، ادي واحد اهو، ادي الثاني، ادي الثالث. تمام ده كده ايه، ايه بس، لان ايه بس دي معناها ان هو الكورد ده ماجير، يبقى كده ايه، كده بقى اي شارب، كده بي شارب، كده سي، كده بي، كده بقى سي، كده بقى سي شارب، وهكذا. طبعا المسكه دي بتبقى صعبه شويه، فاحنا بنسهل ان احنا نمسك الثلاث اوتار دول بالصابعين دول بس، كده بقى دي، كده بقى دي شارب، كده بقى اي. طيب الشكل الثالث اللي هو شكل السي كورد او الدو ماجير، لو احنا عملنا كده ومسكنا نفس التلات نغمات دول بقى سي شارب، كده بقى دي، كده دي شارب، كده اي، كده اف، كده اف شارب، كده جي، وهكذا. طيب فهمنا ازاي شكل الكوردات، وفهمنا تلات اشكال للكوردات، وفهمنا نعرف اسمهم ازاي. طيب بالنسبة للاغاني، اول حاجة انت اول ما تسمع الاغنية وعايز تعرف السلم بتاعها ايه، تمام، احنا موجود عندنا على القناة هنلاقي سلم الكورد وسلم المجير او الفريجيان والعجم او المجير. الفكرة كلها انك تعرف ابعاد السلالم، لو عرفت ابعاد السلالم هتعرف تطبقها من اي مكان، بناء عليها تعرف تطلع دليل اي سلم، بناء عليها تعرف تكوين الكوردات. طيب بشكل سريع وان شاء الله هنتطرق للموضوع ده بعد كده، لو محتاجين ان انا اشرح اللي انا هتكلم فيه دلوقتي ده ممكن تسيبولي في الكومنتات. الموضوع وما فيه ان احنا عندنا فيه حاجة اسمها مسافات، المسافات دي اللي احنا بنكون منها السلالم وبنكون منها الكوردات او التألفات. طيب احنا مثلا عندنا الكورد الماجير، طب الكورد الماينر بتاعه عامل ازاي؟ اهو الفرق، فرق في الصوت شاسع جدا. طب ايه اللي بيعمل الفرق ده؟ اللي بيعمل الفرق ده المسافات، بمعنى ان احنا مثلا عندنا الكورد الماجير بيتكون من مسافتين، مسافة تالتة كبيرة وبعدين تالتة صغيرة. طيب الكورد الماينر بيتكون من تالتة صغيرة وبعدين تالتة كبيرة، يعني احنا مثلا عندنا الاي بتتكون من اي جي شارب بي، ما بين الاي والجي شارب مسافة تالتة كبيرة، ما بين الجي شارب
والبي مسافة تالتة صغيرة. طيب نشوف الماينور بتاعها، تالتة صغيرة وبعدين تالتة كبيرة، ما بين الإي والجي بس مفيش شارب، جي ناتورال أو الجي الطبيعية العادية من غير لا شارب ولا فلات، بيتقال عليها النغمة ناتورال اللي هي طبيعية. ما بين الإي والجي الناتورال ما بينهم تالتة صغيرة، طب ما بين الجي والبي كده بقى ما بينهم تالتة كبيرة. هي دي فكرة المسافات. الموضوع كله نظري، انك تذاكر نظري، تذاكر شوية نوتة وتذاكر شوية مسافات، هتلاقي الموضوع بدأ يبقى أسهل. أهم حاجة النظري عشان مستواك ما يجيش عند وقت معين وتقف وتبدأ تحتاج لشخص يعلمك، لأ النظري هيخليك تتعلم. ربيت تكنيك، ذاكرت سلالم كتير، صوابعك اليمين والشمال اشتغلوا، لسه بقى فيه شوية كده ايه مكان في دماغك فاضي اللي هيملاه النظري. اتمنى يكون كلامي افادكم، وان شاء الله اللي محتاج اي حاجة ممكن يكتبلي في الكومنتات، هسيب لكم لينك البروفايل بتاعي ورقم الواتس، واللي عايز يحجز كورسات اونلاين ممكن يتواصل معايا اقوله على كل التفاصيل اللي هو محتاجها، واللي محتاج درس معين او درس هو مش فاهمه او حاجة مش فاهمها ممكن يكلمني على الكومنتات، او ممكن يتواصل معايا على الواتساب، وانا ان شاء الله هحاول اوفرها له في اقرب وقت. ان شاء الله اشوفكم في درس جاي، ولو ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب ما تنساش، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك. مع السلامة.